يعني مش معقول اضلي هيك على نفسي طول. امي بتقول امي بتقول عن اشي اسمه ايش بعد شرش طول. بعد ما يخلص الطالب من المرحلة الجامعية بيجي اليوم الأكثر تأثيراً في حياته اللي هو يوم التخرج، اللي فيه الطلاب بيحسوا بالإنجاز اللي عملوه وصاروا بدهم يدخلوا بالمرحلة اللي درسوا كل هالسنين عشانها، وهي مرحلة الشغل. أول طريقة في مهمة البحث عن عمل هي اللي بيقرر إنه يشتغل عاطل عن العمل أو يشتغل بالناس، وبيقرر كمان إنه ياخذ مهمة العاطل عن العمل بجدية. سنتين ونص شغل. وفي عنا اللي بيقعد بالبيت بيعلق الشهادة وبستنى نصيبه. تخزي شو هلا حدا بنقي هذا اللون الأزرق؟ إنه تنقي لون أزرق زي لا، وبعدين أزرق مع زهري لابس شر. شو خاصة شو أنت شايفية؟ ولا هذا خطيب لما؟ لما يا شفت لما؟ شفتوها؟ ولا شفتوا هذاك شو بشي؟ مش عارفة هلا فكينا ونسوليف على الأرض ونروح على الله. مشو يا قلبي أنا أسم للي شايف بدك شايف؟ عصروني بكره منيح. عصروني بتاع دايما. هو هاد مش اضافيري بتعبانين كثير كثير خرب لي اياهم. شوفي لا لازم نغير. انا شوفي اضافيري سمي كثير مش عاملتهم. لا انتوا مبروك مع بعض. لا مش صح. لا تكسروا. تعالي معنا رميشو. لا بكره الصبح اللي صبحيه معزومه. ميشو بلكي المره الثانيه نحضر فكر صراحه. لا كنا عم نصير زي الزعام الصراحه. طلع صراحه لازم تدير بالك على حالك. بس بكره عن جد انت فاهم الموضوع غلط. وفي عنا الطريقه المعهوده اللي هي الوسط. هذا حكي فاضي، هذا اسمه حكي فاضي. انتم مدراء حضرات، انتوا مدراء، عارفين شو يعني إدارة؟ تعرفوا شو يعني إدارة؟ انتوا مش موظفين عاديين. خبرتي اللي دفعت ثمنها دم وعرق عشان أوصل لهم بالإدارة، مضطر أنا أطلع الأسرار اللي يعني تعلمتها علشان انتوا تفهموا علي. أنا إلي أسبوعين مدير، عارف شو يعني أسبوعين؟ يعني كل يوم الصبح والمساء بدي أروح وبدي أجي، بدي أغير فوتات ولا أغير بدلات. أنا مرة أتغير في اليوم بدلتين. ليش طيب؟ إدارة بدك تعرف شو فيه؟ أنت ولا واحد عارف شو فيه؟ خسائر، كله خسائر بخسائر من الصبح ولا مصدوم. بعد إذنك يا أستاذ. تفضل. حققنا أرباح في الربع الأول هسه. احترم حالك. هذا الحكي بتحكيه في البيت. تمشيش عندي هون. عندي هون في ورق وفي إثباتات. كل قوامك غلط. واسمع. تحترم حالك ولما أقول فيه أنا اللي بدفع الراتب. أنا بدفع راتب. أدفع راتب؟ تاخذ القد كل شهر. تفضل يا مكتبك. تفضل. اسمع حاسب على الشاي ومتروح. كل واحد منكم طلب شيء بحاسب عليه. ما هي حسابك انت اما شو قسط الارباح في الربع الخالي الربع الاول؟ شو سمعت فيه ارباح وانا مش بقى مش الارباح؟ ما فيش خسائر. في ارباح في ارباح في ارباح. وانت تركني قبله بحالي على الزلمه ولا بحكي صح؟ شو هاي؟ هاي كسي شدت عم بارح. طيب ما انا ما باجي على الدوام ما لفاهم ولا اشي، متدهول من الصبح، بموت وانا بشتغل في الليل، باخسر الاول والتالي، باجي وانا ولا فاهم اي شيء. تحطوا لي الكيس هون 100 مره قلت لكم ما حدا يجي يقول لاصحابي انه انا هون، بيجوا بخربط الدنيا. تعملنا اجتماع مش فاهمين ليش. على كل حال تكون طلع في ارباح فال يعني هاي المرة بتمر، المرة الثانية أبداً راح يكون في إجراءات حسم بتخصوا 59 سنة من كل إشي. تفضل كلها في مكتب أنتم وياه.
هن شركات زمان بعد اسبوعين في الاداره مات. يا عواطف يا عواطف، وفي عنا اللي بيقرر يشتغل نصاب، وهي تعتبر من اكثر المهن ربحا. ورجعنا لكم بعد الفاصل. اتصال واحد ممكن يكسبك 700,000 زرار زائد كبت شحن 15,000 جنيه. بص على الصوره وقول لي هو صوره مين دي. كسفوا اتصالاتكم، ممكن تليفون واحد هو اللي يكسبك يشيلك من الارض لفوق فوق فوق 700,000 زرار. كارت شحن، فكر 700,000 زرار يكون وكارت خط شحن يكون تاني 15 جنيه كارت شحن. واول اتصال معانا ونقول الو. الو، اهلا، مين معايا؟ احمد. احمد انت بتكلم مين يا احمد؟ من السعوديه. اهلا من السعوديه واهل السعوديه وفلوس السعوديه وريالات السعوديه ومنحبك يا احمد. قول لي يا احمد، انت شايف الصوره دي؟ ايه، شفتها قبل كده ولا لا؟ بص انا حبقى بصفك. بص على الصوره دي، صوره مين؟ فكر، ما تقولش الجواب، اسال اللي حواليك، اسال اخوانك، اسال جيرانك، اسال امك، اسال ابوك. الصوره دي ممكن تكسبك 700,000 زرار زائد كارت شحن ب 15 جنيه. قول لي الجواب، فكر زي ما قلت لك، فكر. نانسي عجرم ليه؟ دي شكل نانسي عجرم، حرام عليك يا شيخ. واخيرا عندنا اللي بده يمشي بالتسلسل الطبيعي للموضوع وعن جد يدور على شغل. Hey, welcome, Abed. Yes. What's your name? I can call you Abed? Yes. Is there another name I could call you, or that's okay? Yes. All right, well, welcome, Abed. I'm very happy to have you here. I'm here to interview for the communications director for our company. Mm. I'd be really interested in hearing about where you got your schooling. Where did you go to university? The university. Which university? In Jordan. Jordan University. Jordan University. Okay. Yes. Okay. And when did you graduate from the university? قبل شهرين. Like 2 days. 2 days. Yes. Well, congratulations. I'm sure that was very difficult. Yes. So tell me, why are you interested in this job? Money. 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 Just money. Yes. Okay, so you come because you think you're going to get paid a lot? Yes. Okay, well, why do you think you should have this job? How are you qualified? Good worker. Me. Is that a question? Clean. Me. Clean, very good. You clean very good? Yes. Okay. So you want to be a janitor, or do you want to be the communications director? I'm a little confused. Director, yes, director. Director. Camera, movies. Yes. Okay. Cinema. Okay. I like Hollywood. You like Hollywood? Hollywood. Good. Hollywood. I like Hollywood too. Well, tell me, do you have any experience that you can tell me about? Why another job similar to this? Can yes, you know Counter-Strike? Counter-Strike? Yes, Counter-Strike. Play games, video games. Uh-huh. I play video games too much. Too much? Yes. Like it's a problem? No. It's good. It's good? Yes. Okay, because in English, too much means it's a problem. Okay. So it's a problem. It's a problem if you do it too much. Like, I drink too much. Never mind. Obviously, you're not understanding what I'm talking about. I'm going to be straight with you. I don't think you're made for this position. You like to play video games. This is a very serious job. We're looking for serious candidates. So I don't think this is the position for you. Sorry. Why are you still sitting here? Go. Go? Yeah. Go? Go. Go. Yes. Go. Thank you. قصده روح.